تغيب المتهم بقتل فتاة قاصر، عثر على جثتها في سند عن الجلسة الثانية نظر القضية بسبب مرضه، كما أخبر رجال الشرطة هيئة المحكمة. وفي الجلسة الثانية امتلأت القاعة بالحضور، مما اضطر هيئة المحكمة إلى تغيير مكان عقاد الجلسة إلى قاعة أكبر. ولكن كان على رأس الحضور هو والد الفتاة المقتولة، وكان يقف في زاوية المحكمة وفي الجهة المقابلة الزجاج الذي يقف خلفه المتهمين، وكأنه في مواجهة بينه وبين من قتل فلذة كمده. وكشفت الجلسة الثانية عن تفاصيل جديدة بالواقعة، بأن الجثة الفتاة بقت تحت ظلال أشجار القرم لمدة 40 يوما، لحين العثور عليها من قبل رجل كان يرتاد المكان بين الحين والآخر لتنظيفه. وقد ساهمت ظلال أشجار القرم في إبقاء جثة الفتاة ولو جزء بسيط منها للمختبر الجنائي الذي تمكن من التوصل لهويتها وكشف القاتل عن طريق الدي إن إيه. وفي المقابل كانت أسرة الفتاة قد أبلغت عن اختفاء ابنتهم لنحو شهر ونصف من الواقعة لحين العثور على الجثة. القضية انكشفت خيوطها الأولية على لسان المتهم البالغ من العمر 35 سنة في الجلسة الأولى، عندما اعترف وأقر بأن الدافع وراء قتله الفتاة هو ابتزازها له بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة. كما أقر المتهم بتفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام، وهو كان في حالة من البكاء والانهيار في قاعة المحكمة. كيف وقعت الجريمة؟ اعترف المتهم بأنه قتل الفتاة، بأنه ضربها على عنقها فأغمي عليها، فاعتقد بأنها فارقت الحياة في الوهلة الأولى فوضعها في الكرسي الخلفي للسيارة، لكنه شعر بأنها ما زالت على قيد الحياة فقام بخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. بعدها وضعها في صندوق السيارة لليوم التالي ليأخذ فرصة للتأكد بأنها توفت، كما يضع خطة للتخلص من جثتها دون أن تنكشف آثار الجريمة. فما كانت الخطة؟ الخطة في اليوم التالي أخذ سيارته وتوجه إلى منطقة سند، وتحديدا بالقرب من أشجار القرم والشجيرات الموضوعة هناك، وهذه منطقة لا يرتادها الجميع من المرة وخالية من المرة، ومن يرتادها فئة قليلة وفي أوقات متقطعة. فقام برمي جثة الفتاة تحت ظلال أشجار القرم، وبالرغم أنها كانت في حالة تيبس إلا أنه قام بأخذ أنبوب حديدي وغرزه في رقبتها للتأكد من وفاتها، ورمى الجثة الهامدة تحت الأشجار وعاد إلى منزله. وبقت الجثة مرمية بذات المكان تظل لها أشجار القرم. وقررت المحكمة في الجلسة الثانية استدعاء شهود الإثبات للاستماع إلى أقوالهم في القضية ومعرفة تفاصيل وانكشاف تفاصيل أكثر في الجلسة المقبلة التي من المقرر انعقادها في 2 أغسطس المقبل.